التحرش جريمة بتواجهها الدولة بكل أجهزتها. كان لازم التكنولوجيا كمان يبقى ليها دور. عشان كده عملنا تطبيق ما تخافيش اللي بيساعدك تستنجدي بأي حد من أهلك أو أصحابك لو حسيتي بأي خطر. كل اللي عليكي إنك تقولي كلمة ما تخافيش والتطبيق هيبعت لهم مكانك تلقائياً. مش بس كده، كمان لو محتاجة دعم نفسي تقدري إنك توصلي لدكاترة نفسيين واستشاريين ومن خلالهم تقدري تحجزي جلسات علاج فردي أو جماعي، ومن خلال العلاج ده تشوفي ناس شبهك وتعرفي إنك مش لوحدك. ما تخافيش بيدعمك تاخدي حقك القانوني من خلال الجلسات اللي ممكن تحجزيها مع أكثر المحامين خبرة في القضايا دي. هدفنا نساعد أي ست تتعرض لمضايقة إنها تكسر حاجز الخوف وتلجأ للدعم.